هذه الشريحة اللي فيها واحد التمرين تنسميه هنا مواصفات المدرس. هذا التمرين عندي في الإصدار الخاص بالخطوات الذكية نحو التفوق الدراسي. التمرين في واحد المجموعة ديال الأشياء ممكن نزيد عليها ممكن نقص منها. لهذا التمرين المغزى ديال هذا التمرين والنتيجة ديال التمرين اللي بغيت تحصل عليها بينهم اللي انت توجه لواحد الطالب والطالبة وتقول لك أنا الأستاذ ما عندناش معاه، الأستاذ ما تشرحش مزيان، تتبعش منهاج مزيان. هذا ما يكون على يقين من انت تكون مدرب في مهارة التفوق الدراسي وتعيط لك تدعيك واحد المؤسسة سواء عمومية أو خاصة، يكون على يقين من سأل الطلبة أشنو المشكلة اللي عندكم يقول لك الأستاذ ما تشرحش مزيان. ولكن احنا تنساو الطلبة أشنو تيديرو. أنا باش نشيلو من السؤال، أنا ديما تندير في القمة الأستاذ والمعلم هو كل شيء، المنهج كيبغى وتبع بزاف الحويجات. نجيو هنا انا تنعطيه واحد المثال مزاجي. اش نقول ليه؟ نقول ليه نفترض داك الاستاذ خوك ولا باباك ولا ماماك، نفترض بانه داك الاستاذ ولا استاذه ماماك، تستيقظ مع الصباح الباكر، صباح بكري، تتهيئ لك الفطور ديالك، تتفطر، تقدر في الطريق ديالها توصلك مع المدرسة، هي تدخل المدرسة تدير أمل العمل ديالها من 8 حتى 12، تترجع من المدرسة للمنزل، تتهيئ لك الغداء، تتجلس تتغدى، تقدر انت ما عندكش الدراسة في المساء، هي عندها العمل في المساء، تمشي تعود تحضر من 2 حتى 6 وهي واقفة وتتشرح، تخرج من 6 تتوصل للمنزل تتهيئ لك الشاي ديالك وتدير واحد الفوم كاسكروت، من بعد تتهيئ لك العشاء، وهاد ماماك تتبريك تمددات مسكينه على السرير وتقول لك ولدي انا عييت، باش تحس انت كطالب وذاك الاستاذ هو امك ولا ديك الاستاذه هي باباك. اكيد يكون واحد العطف، واحد الحنان، واحد بانه راه كاين هناك تعب وكذلك الاستاذ. لهذا انت كطالب عندنا هاد الدائره تنخدموا بها جوج الاشياء، تنخدموا بها بالنسبه لمواصفات الاستاذ وبالنسبه للتلميذ واش يتبع داك الشيء اللي دار مواصفات الاستاذ. مثلا الاستاذ نقولوا تيبغي الحضور في الوقت المخصص اللي ديال الدخول ديال الماده ديالو، نعطوها مثلا 8، تيبغي هندام يكون مناسب، ما نعطوش 10 على 10 انما هندام مناسب 7 8، بانه ما يدخلش الانسان داك دوك السراول تيكونوا متمسقه ولا شي حاجه. ومتى نقول هندام مناسب؟ حتى في حاله الانسان خصو يكون قابل هندام للمؤسسه. تنقول واش الاستاذ تيعتمد على المراقبه المستمره؟ تنعطيها 7 8. الاستاذ واش يعتمد الفروض المنزليه تدير في الدار؟ 7 8. الاستاذ واش يعتمد على طرح الاسئله؟ ماشي 10 في 10 على 10، ماشي 4 على 10 جوج، دونك تنديروا ديك 7 8. المشاركة في القسم 7 8، مثلا تدوين الملاحظات، الشجال ديال المساء 7 8. دونك هاد الاشياء كامل هما تنحطهم مقياس ديالهم، تنحاول ندير عملية التقاء بين هاد النقط تندير بهم. من بعد تندوز نفس الدائرة تنحطها، واش انا بحد ذاتي كطالب او طالبة واش نحترم هاد الشيء، تلقى بانه تنحط المقاييس وتنكون واضح مع نفسي اللي على هاد الشكل. هاد الشكل ها هو ديال واحد الطالب ولا طالبه، وهاد الشكل مثلا اللي حطينا لذاك المدرس ولا المدرسه، تلاحظوا بان هناك توازن كما يكون الاستاذ عنده توازن، وتلاحظوا هنا بانه العجله ديالنا فيها واحد العويجات في نظرك، واش هاد العجله متفوقه مع هاد العجله؟ دونك ديما يكون عندي صراع، انا نحاول نخلق ديك الالفه بينه وبين الاستاذ. الاستاذ الله يكون في عونه راه عنده 45 45 45 ولا 40 في 40 في 40، شوف ما شاء الله شحال الطلبه والطالبات، انت راه عندك استاذ ديال الماده، ما عندك 10 الاستاذ ديال، ما عندكش 10 اللي تيقروك الفلسفه، ما عندكش 10 تيقروك الفرنسي. دونك هاد التمرين تنحطو انا للطلبه والطالبات وتعطيني نتيجه كبيره، وتنخدمو حتى في الكوتشين سكولير هاد التمرين. من هنا ملي تنجي اش تنقول الطالب والطالبة؟ الله يخليك، حاول تغير نظرتك للأشياء اللي تتوز من حولك، لأن كن على يقين كل شيء غيتغير. بدل المسار، كل شيء يتغير، بدل الطريق، بدل الخطة، بدل التفكير ديالك، بدل بزاف الحويجات باش الإنسان تيمشي مزيان